السلام عليكم كابتن جابر مع حضراتكم. في يا جماعه فيديو منتشر على السوشيال ميديا، بالله عليكم ركزوا جامد قوي لان الفيديو ده فيه اخطاء ممكن تخلي ناس كتير جدا تموت. تعالوا نشوف بعض اللقطات ونرجع مع بعض تاني. ضرباتك بعين يبقى انت شيخ الحنوش، انت هتقول لي عليك ولا بس تعالوا نجيب الماضي ولا بلاش؟ انت عامل حاجه؟ صباح الخير صباح الخير. انا باخويا صعب يا ليه انا صورتهم؟ تعال جنب، وقف جنب، خليه يقف جنب. تجيبه وتاخده من البوليس. لا مال انت زي تغلبك. لا مال الله يبارك. خروجة خالة، خروجة خالة فران ومية. ايه وقت ما كنا في حياتي يا محمد. ده اهو جناحه دي خلاص. لا هتلم دي تاني. بلاش لازم النخله نفسها. لا الجب اللي تحتيها ده وحور كلها تتخاف. الجب اللي تحتيها ده ورد. ما الله يرضى عليك. خدك واحد يا محمود ابو العزيز. خدك واحد ابوك عليا النعمه ياخده. ما تخافش يا عم الحاج. لا ما تخافش عليا. لا خدها اهو. ما اخدش كيف. هو حاجه حالك. دور يا احمد. قول في الحته الفلانيه دي. عشان اجيبه للمصر. اسمه ايه الحته دي يا ابو؟ ها؟ اسمه ايه؟ شارع غرب بن حكم. تعالى شفناك النهارده يسوي مليون مش الوف. الله يرحمه وبال الدواء. ما جاتش الدواء. لا مش بيعمل خلف الطاقه. هذا كرتا عرفتوا كيف؟ طب اديها اللي اديها قيمته عاليه. عم بقول لك ايه اديها اللي يمسكوا عم خالد. حويني اديها اديها يا ابني. عادي هات ليه؟ لا ابن الحاج رمضان بيدليه على النت بتاع لنا صفحه في النت يا عم الحاج. سنين قاعد ما طلع النت والدنيا نكتت. العجيب خرب البلاد. هو تمسكوا قومي اركب. لا اله الا الله. دور عمك دور عمك دور عمك دور عمك دور عمك. هات الجراب. الجراب يا هات. انا جاي لك. تعال سلم على الفوت. تعال كي تعال كي تعال كي. ما تخافيش. تعال كي يا استاذ تعال كي. وش جايز؟ الجايز لا لا خلاص لا لا اخرج. لا لا اتويهم ولا خليهم؟ لا خليهم من وين؟ خليهم من وين؟ طب انت مين اللي ياخدها؟ انت اللي هتاخدها وانت اللي هتاخدها. استنى استنى استنى. حطيت واحد هتصورهم يا اخي. خد صورهم. هديك الفيديو. هتصورهم خلاص انا هديله الفيديو. انا ابعت له الفيديو. خوش انت وراه. يا عم خاشمي. لم يا لم لم يا الله. هات العشاء. ارقدي. لا اله الا الله. فين الطريق اما ديك تعال يا شيخ. الحرج بينتهي يا ابو عاد. البنادي في برد انت. فين الطريق يا ولاد؟ تعال الطريق. طبعا زي ما احنا شفنا الفيديو انا قاعد او انا في تمرين يعني في امان الله، فجالي صديقي كابتن عادل. ازيك يا عادل؟ ازيك كوتش عامل ايه؟ عادل هو صاحبي بيتمرن فنون قتاليه، ولكن هو يعني عنده معلومات ما شاء الله، يعني مكتبة ثقافة عالية جدا في موضوع الثعابين التعابين والتعامل معاهم والقفاعي والكلام ده. فقال لي يا كابتن جابر للأسف في أخطاء كتير شفتها في الفيديو اللي محقق ملايين المشاهدات ده، وفي ناس كتير للأسف مصدقاها، فأنا حابب أعالج بعض الأخطاء دي. فأنا قلت لعادل هنعمل فيديو سوا تمام، بس بشرط تجيب القفاعي بجد
علشان تثبت للناس، لاني انا كجابر ما بفهمش في الحاجات دي قوي. فانا هو هجيب لك الكاميرا صورك تمام، اتفضل يا باشا اشرح للناس كل الاخطاء وعرف نفسك. والراجل ده يا جماعه ليه قناته برده على اليوتيوب، يا ريت تتابعوها، هتلاقوا اللينك تحت. وزي الفل حبيبي يا كابتن عادل، عيش بقى الكاميرا معاك وانا ايه معاك. اتفضل. طبعا يا جماعه زي ما كابتن جابر ذكر الفيديو زي ما انتم شايفين فيه غلطات كتير جدا. طبعا انا هعرض زي ما عرض لحضراتكم الفيديو، انا هوريكم الكوبر دلوقتي على طبيعتها، فهنشوف ونعرف ايه الاخطاء دلوقتي. ده طبعا يا جماعه كيس اللي فيه الكوبر، انا فضلت اجيب كوبره واحده بس تمام. هنشوف الكوبر دلوقتي مع بعض دلوقتي ونعرف ايه الغلط اللي عمله الراجل اللي ظهر في الفيديو ده. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين دي كوبرا مصريه اسمها العلمي بالانجليزي ناجا هاجا تمام. دي طبعا تمتلك مركبين من السم، سم عصبي وسم مناعي، واحد بيضرب الجهاز العصبي والتاني بيضرب الجهاز المناعي تمام. اول حاجه يا جماعه عايز اذكرها ان التعبين، كافه التعبين على وجه الارض ربنا خلقها ملهاش اذن، ملهاش غدد سمعيه اصلا، يعني انا اكلمها كده تسمعني مستحيل. هي ملهاش غير عين وحاسه الشم واللسان حاسه الذوق تمام. اذن مفيش غدد سمعيه اصلا، المفروض هنا مكان الغدد السمعيه، هي ملهاش غدد سمعيه خالص. فان انا هكلمها واقول لها مثلا خش الكيس او اكلمها مستحيل طبعا. هي بتشوف؟ ايوه طبعا بتشوف. الغلط اللي عمله اول حاجه في الفيديو الراجل ان هو الكوبر من وسائل دفاعها حاجات كتير جدا. اول حاجه التشريع لوحدها دي دفاع، هي اول حاجه الكوبر مش كائن هجومي، كائن دفاعي، يعني بيحاولش يجي عليك يأذيك تمام. كائن زي ما قلنا دفاعي مش هجومي. التشريع لوحدها ده دفاع، الهجوم بيهاجمك عشان انت هاجمته مش اكتر تمام. فاللي عمله ان التظاهر الكوبرا بتعمل حركه اسمها التظاهر بالموت تمام، عشان خاطر انت تسيبها وتمشي. دي تاني وسيله ليها في الدفاع. فطبعا هو لما خلى الكوبرا تعمل حركه التظاهر بالموت دي، طبعا كده انا معزم عليها وده القسم ومعايا قسم من سيدنا مولانا احمد الرفاعي تمام. طبعا الكلام ده كله ما فيهوش اي اساس من العلم، ملوش اي اساس من الصحه، وربنا ما اداش علمه بالحد ان انا اكون بره البيت واقول البيت ده فيه تعبان او الكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله ملوش اي اساس من العلم خالص. فانا هوريكم الكوبرا في مكانها وهشرحها وهوقفها وهلعب معاها وهوريكم طريقه التعامل بيها ازاي. بس نصيحه يعني اللي يشوف الكلام ده ما يحاولش يقلد خالص. طبعا زي ما انتم شايفين الكوبرا انا بفوقها تمام. المفروض ان انا دلوقتي هلعب معاها. طبعا زي ما انتم شايفين كده الكوبرا تظاهرت بالموت بعد ما كانت فايقه. هذه الكوبرا تظاهرت بالموت، موتي هي ماتت كده. هي الكوبرا ما ماتتش يا جماعه، ده حركه بتدافع بقى عن نفسها. اقدر افوق الكوبرا ثاني؟ اقدر افوق الكوبرا ثاني. هشغلها كده انزل الدم في دماغها تمام زي ما انتم شايفين، وهنزلها على الارض تمام. رجعت تشتغل الكوبرا زي ما احنا كنا شايفين تاني. الكوبرا هي التظاهر بالموت زي ما انتم شايفين كده. كده الكوبرا دي ماتت كده، نموتها ماتت كده. الحركه اللي انت عملتها هي تمام.
الكوبرا دي كده ماتت يا جماعه. ماتت ازاي؟ اهو ماتت بقى وخلاص. دي يا جماعه حركه كوبرا بتدافع بقى عن نفسها، التظاهر بالموت. الراجل اللي عملها دي قال لها ايه؟ ارجدي ارجدي. طب ايه؟ طيب هتنام كده؟ هي دي حركه الكوبرا دي؟ انا كده موتها، انا المفروض انا اقول بقى انا معزم عليها وده قسم والكلام ده كله؟ لا طبعا، الكلام ده كله ملوش اي اساس من الصحه وملوش اي اساس من العلم. ده اول حاجه الراجل عملها. هنفوق الكوبرا تاني او اعرف افوقها تاني، هشغلها هنزل الدم في دماغها زي ما انتم شايفين وهنزلها على الارض. مجرد ما هتنزل اشتغلت الكوبرا تاني زي ما انتم شايفين كده. تعرف حركات معينه تمام زي ما انتم شايفين. اول غلط بقى عمله اللي مذكور في الفيديو ده انه مسك الكوبرا لحد. ده اول غلط، بمعنى الكوبرا دي بتدافع عن نفسها بانها تظهر بالموت. ممكن تظهر بموت دقيقه وتفوق، ممكن تظهر بموت ساعه وتفوق. الكوبرا اللي كان طالع معاه دي تظهرت بالموت، فقال له اتفضل امسك الكوبرا. ده اول غلط هو عمله، قال له اتفضل امسك الكوبرا. طبعا الكوبرا دي دلوقتي فايقه، لو جيت عملت كده وعدت في رجلي انا كده خلاص الله يرحمني. تمام، ده اول غلط. تاني غلط عمله ان هو بيضحك بيه على الناس زي ما انتم شايفين. قلت له تظاهر بالموت، مسك الكوبرا مسكه معينه، الكوبرا نامت. فده كل اللي عمله. الفيديو ده خد ترند وللاسف ناس كتير كلمتني انا شخصيا. تمام، الراجل ده بيخش يجيب كوبر من عندي ناس بياخد منها فلوس، طبعا فلوس مهوله، ده طبعا حرام. ومش لوحده يعني، كذا حد عمل الموال ده. مفيش يا جماعه حد اسمه حاوي، ممنوع الكلام ده خالص. ربنا ما اداش امام اول حد عشان اقدر اقول ان انا بره البيت واقول البيت بتاعي. بس اصل هو الناس ان احنا مش بنستقصد يعني ناس بعينها، احنا بنتكلم عموما يا جماعه. عشان كده في البدايه قلت مش هنذكر اسامي حد، لكن احنا بنتكلم عن الاخطاء وانتوا برضه بتحكموا في الاول وفي الاخر. انا بتكلم ما كنتش، معلش مع احترامي ليك. الفيديو ده نزل ترند وللاسف الناس دي بتاخد فلوس مهوله، ارقام مهوله. ان يجي عند حد غلبان ويقول له انت عندك تعبان في البيت او الكلام ده، يا جماعه ربنا اعظم من يدي الموت. علم الغيب لحد، ازاي انا هبقى بره البيت عقليا كده، ابقى بره البيت ولكن البيت في تعبان؟ فعلا يا جماعه لازم نخلي بالنا. تمام، بعض الناس ادي اول حاجه تخليني اقدر اقول ان الراجل ده نصاب. تاني حاجه ان التعبان يا جماعه ملوش اي غدد سمعيه وما بيسمعش اساسا، فازاي انا هقدر اقول ان التعبان ده خش او اعمل او سوي؟ هو ما بيسمعش اصلا. كل الموضوع اللي انا بقدمه ده خبره في التعامل زي ما قلنا يا جماعه. لاحظت برضه ما اعرفش كده لما سمعت، ما اعرفش الحنش طاع ولا ايه. هو بيقول الحنش نام خلاص يعني مات. هو ما ماتش يا جماعه ولا حاجه، هو ده بيدافع بقى عن نفسه. وباكد لاول والاخر مره يا جماعه، ما ينفعش حد مش متخصص يمسك الكوبر لاي سبب من الاسباب. ما ينفعش حد مش متخصص يمسك الكوبر دي. اكتر من ضايقني في النصب بتاعه، اكتر من ضايقني ان ماسك كوبرا لحد مش متخصص. وده غلط. الكوبرا ممكن في لحظه زي ما انتم شايفين كده فاقت الكوبرا. اروح انا منك فين بقى؟ طيب قولي يعني حاجه زي دي تموت في منت الا منت، هلعبها زي ما انتم شايفين اهو. اروح بقى انا فين؟ طيب بص الكوبرا يا جماعه عامله ازاي فايقه، يعني لحد يقول ده ان الكوبرا متخيطه او او او. هوريكم انيابها دلوقتي، هلعب معاها. الحمد لله والله الحمد، بنتعامل بايدينا خالص اهو، مفيش اي حاجه. تمام، زي ما انتم شايفين الكوبرا دي كانت لسه ميته من دقيقه، ميته ازاي ما فايقه ثانيه. اروح انا فين؟ خد عادل كده الكاميرا، حاول تخليها تقرب منها كده شويه. انت خلي وشك ده قدام الكاميرا. هي بتظبط الكاميرا، خلي بس كده عارف تكون قدام عيونها و... تمام. حاول تقرب منها. دي الكوبرا المصريه زي ما حضراتكم شايفينها. تمام، لا 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 لا، هي على فكره اي حركه بتتحرك قدام الكوبرا، فعشان كده ايه يعني هي اتبهت لك دلوقتي عشان اتحركت، عشان انت اتحركت بس مش اكتر. مفيش بقى حاجه اسمها حاوي، مفيش الكلام ده كله. انا بحرك رجلي انا اهون بتشتغل الكوبرا تاني. معلش اخش امسك الكاميرا. ده يا جماعه كيس فاضي، ده كيس فاضي بحط فيه الكوبرا بتاعتي، في ما ولا في ترياء ولا في اي حاجه. تمام، هو مجرد بيجي قدام الكوبرا ويروح فاتح لها كيس كده ويقول لها اتفضلي خش. طبعا الكيس ده ممكن ما تخش فيه لان هو فاتح، هو بيجيب لها كيس غامق يقول لها يجي يعمل قدام الكيس كده. يدي الكوبرا قدام الكيس كده. تمام، طبعا الكيس الثاني بقى غامق فهي شايفه الضلمه جوه فبتخش. يعني لو في كيس غامق كده انا اعمل لك وانا ده. تمام، همسك انا الكوبرا. بص اي حركه بتتحرك قدام الكوبرا بتتبع حركاتها، يعني ولا الكيس ده في ترياء ولا الكلام ده كله. سيبنا الكيس وحركت ايدي انا هتروح مع ايدي، سيبت الكيس وحركت وشي انا هتروح مع وشي. شايفين حركه الهجوم؟ اتمنى ببطئها دي يا كوتش. هلعب انا مع الكوبرا. هرفع الكوبرا زي ما انتم شايفين كده، هنمسكها بقى.
زهرة معاك؟ تمام. فطبعا انا هوريك انياب الكوبرا لحد ما مفتيح يا شباب بعد اذنكم. مفتاح. مفتاح مفتاح. الابطال عمو عفريق. تمام. استاذينك كده كنتش معايا؟ تمام. ده نوع كوبرا برضو اللي هي البخاخ بممتده من تمام مفيش مشكله هقول لك دلوقتي. دي طبعا الكوبرا مسيتها يا كوتش معلش كده. ده ناب ظهر في الكاميرا يا كوتش. ظهر في الكاميرا الناب. ظهر. تمام. طيب ده ناب وده ناب الناحيه الثانيه. ظهر. تمام. تشريحيا كده يا جماعه الناب ده متصل بغدد سميه. مفيش حاجه اسمها عرق سم. غده بتبقى هنا، غده بتفرز السم، وغده هنا بتفرز السم. تدفع السم للناب والناب يحقن السم في الشيء اللي بيلدغه. تمام. الكوبرا زي ما حضراتكم شفتوا، زي ما حضراتكم شفتوا كده في الفيديو، ادي ناب تاني اهو بكرر، ادي ناب اهو ظاهر. تمام تمام. وادي الناب التاني اهو. تمام. دي الكوبرا المصريه ناجا هاجا. في ناجا نوبيه زي ما حضراتكم ممكن تقولوا كده، الكوبرا البخاخه دي فيها اسمها ناجا نوبيه مش ناجا هاجا. دي هنا في الدلتا كامله، في مناطق الدلتا كامله. ناجا نوبيه من اول خط الصعيد كله لحد عمق السودان. تمام. ادي زي ما حضراتكم شايفين. ولا ممكن انام الكوبرا تاني؟ انيمها تاني. اروح جايب دي على دي كده، ثبتت عليها. ما تتحركيش، اوعي تتحركي، اعمل لها كده خلاص هي نامت. ما تتحركيش خالص. هي سامعاني؟ هل هي فهماني؟ مفيش الكلام ده. يا بنت التعبانه. هل هي سامعاني؟ هل هي فهماني؟ طيب معايا كوتش؟ هل مثلا في حد بيقول انا لابس خاتم فالخاتم ده عليه ورد او طريقه رفعيه؟ ادي الخاتم يا جماعه اهو، عشان برضو زي ما الناس فاكره ادي الخاتم بعيد خالص اهو. تمام. والكوبرا نامي حبيبتي، نامي خلاص، ماتت الكوبرا. هاجي فوقها اول ما همسكها بس كده، وهمسكها اعمل كده، انزل الدم بس في دماغها كده. تمام. الكوبرا اشتغلت تاني. هنزلها على الارض. هرجع معاها كده. طبعا الجو ساقعه مش زي الكوبرا اللي كانت ظاهره في الفيديو. اشتغلت الكوبرا تاني. ارفعها اموتها. ماتت الكوبرا كده. ماتت. ارجدي ارجدي موتي. هاي ماتت الكوبرا ولا اي حاجه. يعني انا بقى حبيت اوري للناس بس الناس دي نصابين 100%. تمام. وزي ما حضراتكم شفتوا الحمد لله، والحمد لله الواحد بيتعامل من غير اي حاجه خالص. واتمنى يكون الفيديو افادكم. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.